هذا عانا معان ولا ليس حكاد لدميو دولة الصومالية وحيت لي هرجيس وأما ملقوالات مقدشو هو سيما ده وحبنا مسحها كرت وحالله قط ضري دونا وليبه لقي ماشي يجين ماشي إن عنا قبطين لسعره سياد بري كعبين تريني تو سياد بري كدر أنا عصري يا إنسان وحبنا لدينين تلك الله تقيكم وطالينين لكن سكر أنتي لا عنا قبطين نكاس الصومالي لا نكاد بس هذا كي قارن وكشرتي وقومون تلقي يا كل عيدان هذا الناس كقابا ندلالك وحال يجري وحال لقوش شيء هالشيءك يا عاد السبب الله قم الملوقي ووحب كم تران جبي هانتي جبي جيسوع وح الله لي وح كتير أو إلى هاي أبورت مشرت وح شرع يلا أو هاي استنا مشرت ما ملقو بلد كهرجي سنة وح وصحيح كار أو إلى هاي أبورت مشرت وحاي تا لو حجي دقنين كما دنبيسا او ايتوبيا لو دراي قضب كشنات وحا لو شيغي ان دولد ايتوبيا اي دولان قاون كو سو قاداي او غردرا او غردرا قرانيمدي دالكي يا ددكي سومالييد با غولها امانك يا قرامدا ميدوبي يا ميدوغي افريكا يا اوركا اسلامك اسكاشيغا اسلامكا يا هبلو شير دغدغا لو غو ودايير لغو دعطو ها هي سي لوغلات الشضو وحنا ايتوبيا سمينا سميس كان اسو فريسيسو ايتوبيا دلالكو دونيدو كما كلا ادكا ما حان كو يراهدا اود يا بالكي وحا لوغو كلا ادغي هي لوغو كلا جوغان وا شرع ماركا لغا يمادو قيمه روسي ربان يال او ديكو يغو اسكلا لكن افريكانكا سي ايتوبيا كي سوماليا دي جيس افريكو كان وحا لوغو ودا الى وحا ودا بيلا هير غلبيد ايتوبيا مديدي كارتو شير أي أبويا دي قالها أماك يا غرب هذا مدوبي وحنا هذا الصمي سنة وقتها إلى حد جدوب ملح بناني دي صومال يا عيتا الله يدي لك أهانا لا شيء يا كوي موسى قال يا هالسؤال لنا هاي ده بلاريا دي هرجي سود مييو بدي بعدنا صارين بدي بعدنا كذا نيا الله يقول لك والله يبتلي حتى غرام الله كذا هرجي سود هيالي أنت قصر على هاي الأهد توبية لاجه هذا هي حاله وحاهي. مدام حاره هو شركة تبيني وريه. هيك مصبح يا مصبح حدا قبل الله مره. مصباح على لا. أي مصباح وقيل. ها هو يدي. رئيس الوزراء هي كلن كيو كور ربي. أي. مركب هو يدي مصباح. أي. يا يساقونا. لين عز قال يا شركة كغيب قليل وحرة وين عودك سيدا يا محرك أي أنا وين المقعد إحنا سأل لهم ودي أي شو دكتور أبي يا مرنا يا شمايلان برجنت موسى باهي ولنا كاتا شونوني كارا مقارنة سنة الرمال موسى باهي قال وسوا أهير قليل أي وبد كويران تلقو برا أسلوب تيو أساس كي تعلين تنا أساقود مقارن أي أرض أهري أجر متا توترين معلمين هرمود هو أقول هاي صار رئيسي كوه بيسون ويا أرجنمو أيات كهلي متى؟ هل كأت كل نوشاي؟ أظن كهب سامين هجاج وقطوس وهب أونلاين هو حجبرو متى توترين؟ متى توترين؟ وأسكول هبا يسن لوح الناس يسوين هو الويج وركيجو هل كاس هموجان؟ متى توترين؟ وأسكول أونلاين ها أو عصري ها وحنا عروت كعون يا عشرة جوريجا أم هوم واجا هدو يهاي كينيا سيستم بريتش سيستم أم أمريكان سيستم. وحكاست أرددا كو أدق سفدد أيال لغو بريلونا فهنسين جريد 1 إلى فون 4 وحاسيدو كلا عرورتا لغادي سيا قرآن كريم كهاي علوم تا إسلاميقا عشاي عبدو على عالك الدايا وعرورتينا لغارها إذن كا عجبية وحفافاين انتا سيدار كلا حرير نمبر كاشاشا دكا موضا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلا كولا وناكسن كسو دواد برامج كيني دبك هذا الغيب تنوح حكومه دان قرن سوماليا ayaa meeshii ugu adkayd ka istaagtay go'aankii qariska tuurnimada ahaa ee shalay lagu saxiixay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia kaas oo dhigayay in 20 kilometer oo kamida biyaha Soomaalida ee badacas ay la wareegtay dawladda Ethiopia hadaba bal waxaan weegi doonaa go'aankan oo saacadihii ugu dambeeyay ama 10 saacadood ee ugu dambeeyay Soomaalidu ay si weyn dhagaha ugu taageysay una sugeysay ayaynu eegi doonaa bal waxyaabaha uu xambaarsan yahay iyo nuxurka laga fahmi karo go'aankaasi ay soo saartay xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay la jooga saaxiibkay gulada rifle oo markale barnaamijkan bal ino eegi doonaa gulada soo dhawow farxan jumcaale afayanka xukuumadda Soomaaliya
شرط رأيده كوقبتي مجالد مدرسة حافظ كلها اللي وحوسه قد بيجوان كحكومة الصومالية أما قلها وزير هذا محاك هذا بحي محن بارسنا جوان كان فرنتي قال وده سوي هذا الدولة الفدرالية أنا راح الحكومة ده هي دولة ده بس قطب أما الحويني هذا برلمان كورتشوجا رئيس الوزراء هي قلها وزير هذا هذا الشركة صار الماضي هو المرتيد رسمية لقصة صارى runti dad soomaaliyeed oo badan mayna filaynin qaabka iyo luqadda uu yaalay warmurtiyeedka Soomaaliya ka soo baxay maanta arigu shakhsi waliba dadan ka mid ah ma filaynin maraba inuu sida uu yaqaanayo waxaan islahaa muyar jilic sala diblomaya boqolkiiba boqol waxa la dhigay meeshiisa meesha loo baahan ha waxaan islahaa waxa lagu meereysan doonaa erayo diblomaasiyadeed iyo daris wanaagiyo yar afgobaatsi beela la marmari doona warka ka soo baxay dawladda Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda danqaran wuxuu ahaa mid ay dhagaha dadka Soomaaliyeed aan hubo inay ku diirsan doonaan haday maqleen ku diirsade warkaas isma saareen koo dhowr qodob ka koobna sida sheegtay afayeenka xukuumadda akhri waxa lagu bilaabay dawladda Soomaaliya waxay si aad u diidan tahay talaabada guracan ay dawladda Itoobiya qaaday maamulka Soomaaliland waa maamul goboleed hoos yimaada Soomaaliya waana gobolada waqooyiga Soomaaliya waana gobolada waqooyiga Soomaaliya warka waa caadi waxaan isleeyahay warkan hadii uu Hargeysa tago ya taraafki Itoobiya bas laga hayin baad Itoobiya bay taraf laga hayin waxaanu noo sheegay Muuse waxa shaqay ma inno ma raaxdo Itoobiya ay idraafto ma lama aamin karo waa dilal ee badu soo iibsaday laakiin waxa weeye laakiin waxba noo sheegay wuxuu jiraa tiraaf aan ku soo doorsaday laakiin tiraafkaasi wuxuu xididada u jaray rajo hadii ay jirtay sababtoo ah dawladda Soomaaliya inay sida tiraahdo in badan kumeyna dheeran jirin waa laga leexleexin jiray wada hadal iyo waxba lagu sabaasabi jiray marka qodobka koowaad wuxuu ahaa Hargeysa waa maamul goboleed Muqdisho hoos yimaada. Dawladda Soomaaliyana waxay si cad u diidan tahay una sheegaysaa inuu soo xoog ka jirin waxa lagu malmaloqay Addis Ababa. Talaabada guracan ee Itoobiya qaadayna waa lagu cambaareeyay. Way. En qodobka labaad. Ku soo jiitay aad qodobka labaad waxa aad imaayo. Waxa la yiri waxa lagu sheegay heshiiska ee Addis Ababa lagu malmaloqay waa waxba kama jiraan. gebi hantiba gebi geysuba wax allaali iyo wax ka jira oo ilaahay abuurtay ma jirto wax sharciyada oo uu haystana ma jirto maamul goboleedka Hargeysana wax uu saxiixi karo oo ilaahay abuurtay ma jirto waxa inta lagu xajiyay digniin kama dambaysa oo Itoobiya loo diray talaabada guracan ee ay Itoobiya qaaday waxaan kaga jawaabi doonaa ama kaga jawaabeynaa wada kasta oo sharci ah lagu yeeyo warmurtiyeed ka soo baxay xukuumadda danqaran ee dawladda federaalka ee Soomaaliya qodobka shanaad waxaa lagu sheegay in dawladda Itoobiya ay duulaan qaawan ku soo qaaday oo gardarro ah qaranimadii dalkii iyo dadkii Soomaaliyeedba golaha amniga iyo qaramada midoobay iyo midowga Afrika iyo ururka Islaamka iskaashiga Islaamka iyo hebelow shir degdeg ah loogu wada yeeray laga wada codsaday ha haye si looga la tashado waxaan Itoobiya sameeyna miiskan u soo fariisiso Itoobiya dalalku dunidu kuma kala adkaa maxaa ku jiraahdaa awood iyo baalki waxa lagu kala adag yahay lagu kala joogaa waa sharci marka laga yimaado qaybaha roosay rabaan yeela oo deeqo iyagu iska leh laakiin afrikaanka sida Itoobiya iyo Soomaaliya iyo geeska Afrika oo kale waxa lagu wada ila waxa wada biila heer galbeed Itoobiya ma diidi karto shir ay ugu yeedhay golaha amniga ee qaramada midoobay waxaan hadda sameysana way ogtahay inay xad gudub madax banaanida Soomaaliya ay tahay marka Soomaaliya waxay codsatay ko waxa ugu muhiimsan ma inuu ka soo qaadanaynaa in golaha amniga iyo midowga Afrika iyo cid kasta oo ay khuseysay ay dacwad u gudbisatay ay leedahay hana laga soo gaaray Itoobiya shir degdegana hana loogu yimaado
waxa kale oo talaabooyinka muhiimka ah ay qaaday kamid ah xukuumadda dan qaran in safiirki Soomaaliya uu joogo Ethiopia gabi ahaanba laga soo saaray loo yareeyo ha kuway talaabooyinka kale muhiimka ah waxa weeye oo u baahnaa in la cadeeyo lana cadeeyay in wax heshiis ay san gali karin Soomaaliland waxa aad sababo lagu malmaluuqayna uusan waxba ka jirin waa warkaas waa warkii ugu cuslaa ee xukuumad Soomaaliyeed dhagay dadka Soomaaliyeed ay dhagahooda ku maqlaan ee ka soo baxay waa runtii san markii hore ku bilaabay maana filaynin inay sidan u dhici doonto ay wax u dhici doonto ay noqon doonto walmurtiyadan kooban ee dhowrka qodob ka kooban oo meelahi loo dhalishay iyo sharciyadii si la wataa waxaad moodaa in dhinac walba laga fiiriyay meel walba ay ka soo gali kartay haddii cudurdaar laga heli karay in laga fiiriyo odayga dilalka ahaana loo sheegay kewe muuse qaliye helso galan hayraade balaariyadii hargeysa u dhameeyo in badi badan soo dhig badi wadana gadanaya odayga dhulka waa lagu ibtileeyay hata garama la gaday hargeysa u dhayaale tarwaat u yeedi lahaa tokugu ilaha halay geelo daaq oo daaq oo maani ka ciin daaqo yaa lagu yaaba tokugu dhiman lahaa ba tan ah hay tu albaab walba oo u fura fiiri sanadkii la soo dhaaf albaab kale oo fura adigu nafis siyaasadeed baa leh dhowr ilaa saac ugu dambeeyay nafis oo halay ma jirto hay wuxuu isgeliyay koombo iyo isagu isgeliyay buu ku jiraa hay oo ku karkaraya sanadkii la soo dhaafay Soomaaliland wax walba oo haystay kala dagaalama dhaqaale ma jiro tekniki iyo hub ma jirto dagaal laga maarmi karay buu galay waa rafaaday wasaaradda meesha ka yeelisay waad maqleysay wax badan baa jiray haddana intaas oo Soomaalida gudaheeda un bay ahayd meesha dagaalkii wixii isku caayaysanayna Soomaali un bay ahayd dawladda Soomaaliyana way u cudur daareysay mar walba way u dhimrinaysay wax badan bay kala xishoonaysay oo run ahayd oo in loo sheego ay ahayd ee kala xishoonaysay waxyaabo badan ba jiray Soomaalidii iyo wixii badnaay loo dadadayay waa ka soo tagay bahashu markay aad sababo gaadho dawladahana gaadho waxba la isuma qariyo waa ka saaka ha ka leefo haday caana macaan u dhashay ii kaana nabay haday caana macaan u dhalaysay ha ka dhadhamiyo dawladda Soomaaliya waxay tiri Hargeysa waa maamul goboleed Muqdisho hoos yimaada waxbana ma saxiixi karto waxaa loogu dari doonaa waliba lagama sheegin meesha in cuna qabateen la saaro siyaad barre ka caban jireene tu siyaad barre ka darano casriyeysan oo aan waxba la dilaynin dadka la duqeeyo kuma talinayno laakiin si kale intii loo cuna qabateeyo ninkaasi Soomaaliland ay ka dambeysa hadalkayga horena waa ku jirtay ugu muran talagal yaa ku dhici doonta hadaan la iska qabanin dilalka waye annaga haddii luqada ugu yeeli kare laakiin si kastaba ha noqoto aan ku soo noqono go'aanka dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliya go'aankeedu waa rasmiga waa kan ay xukuumadda soo saartay madaxweynahaana dabcan waynu arki doonaa barnaamijyada dabcan kaga hadli doonaa isla baarlamaanka la hadli doonaa baarlamaanka iyo madaxweynuhuna dabcan go'aan bay qaadan doonaa laakiin go'aankan ay xukuumadda soo saartay waa midka rasmiga ah ee dawladda Soomaaliya marka la fiiriyo qodobada waaweyn ee muhiimka waxa kamida in dawladda Soomaaliya u yeerto safiirkeedii arintaasi balka waran jugintee lag bay ku tahay dawladda Ethiopia in Soomaaliya go'aamo noocaas ay qaadato kolay diblomaasiyadu waa laga badiyaa dad badan oo laga yaabo xitaa inay diblomaasiyiintii laftirkoodii yihiin yaana ila daawan doona cilmi badan uma lihi laakiin waxaan isleeyahay waa talaabadii ugu adkayd ay Soomaaliya maanta qaadi kartay waa intay maanta diyaaradaha ka samayay istifaaci kartay maya waxa ay sameyn kartaa waxa ay ahayd inay hanaanka dowladnimada dhexdiisa ku dagaalanto sida darteed hadii safiirkiiba loo yeeray oo ay Soomaaliya safiirkeedu uga yeeratay kii amxaarka ay meelahan joogaa ama amxaar la galeen ka ahna isna waa bixi ayo Soomaali waa amxaar la galeen isna waa bixi hay haa meeshiisi hay in calaaqadkii uu sidaa noqdo oo sidaa loo kala istaago Abiy Ahmedna ma anfacayso Soomaaliyana ma anfacayso geeska Afrikana ma anfacayso laakiin Soomaali maan dambayl u tahay may talaabada waa talaabo geesinimo lama horaan bay ahayd haddaysan dawladdu sameynina baal madow oo mugdi ah oo qaab daran ay geli lahayd inay qaadatayna waa ku dhiirigelinayna laakiin waa meeshii ugu dambeysay su'aashaada hadaan si kooban oo aan iska ilaalinaya dadkii hawshan lahaan aan uga jawaabo
وماشي صي كل مغطى وماشي ودم بيسير ماشي ودم بيسير لقي استعجل عايز سفير كنا الله يرضى أنا دي وحي ماشي الغوص حين وحنا كمتيران لقى سوقاضو هرجي سنة اللي يده مير سدة اعتراف متيري أنا قاون ماشي مبالا ذيك حكومة حين بس هذا كرتان إن اللي يده ذي وور لين على وضع فالله هاي ماشي ودم بيسير استعجل وحن ربعنا نحصو قانك هذا البكتشي اللي يريد الوزاره الشركة هذا صح رزق حمزة حمزة وعندن هذا لا على عاد رزق الوزاره وركي اسمه صارين أيه ودكست عيري تعك كم إذا ملكينا بدينا حوذينا لقمسه حد 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 بد بكرم وياي بنحط كيس مغشي ودكست أو شرعية يا كنت دفاعينا ورح نتعلى هنا عودك سيدينو سيدا وذياشينو إن الله دا وضع وحان رباينا الشعب الصوماليات عن أشيغ وحان رباينا الشعب الصوماليات عن أشيغو إنه يستجيان وحان رباينا أحقيجيو إن أي نغقو أنت هاي دفاع دلك تاكا كميدا بريغينا هي بدينا هي عركينا لو نسو حد قد بكم وجي كستا والشرعي أيانا كنت دفاعينا وحانا نغضاء أنه كاشرينا شعب كينا ميل كستو يجوغان هدي يجوغان وقوي يهدي يجوغان كونفر يهدي أي انت ولا حيسو يجوغان با وحان أودنا هورين وسو أودني هدنا أودنا إنا ندفاعنا دل كينا وحلقة عبسنا ميال وحانسة ربنا مركان إن لم يدوبوا وح كستا أو صومالي لا تحذرا إن لقتلو سياسة كستا أو إن قد حذرنا يوحى ينود حيرا ما لسك دقنو وين مركا عادي قان كيسو عادي هاي فرحين تو مدة صومالي ودرينا وعين تاس وكدب قان كي حكومة صوصر حكومة هاي صوصر يسوون هذا الكاتشي دي مدرشي قولها شركة قولها وزير يقول كاتشي دي حكومة دي سلع سيادة تري بالحوين هي حماري دي بلدقة اسمها حلقة فيها كواسو وحما وغرطة واركة مهيان حالة حتى وان اسكسوا بحاني وعدد بقلع هل لقبا وحلوه شايقا قطبا اللي نسياي قاربا مساك سي سعودي شو يا سيفا دودو دفع له يا حلا هاي او بي اللي شيقي اي انا قلت كنت اطلق يا باي وحي مودة يا بي معانا ولعب اوان با حيان نمك ملح راسي كنت قلت ها انا بي وخراري هين ما بقوقا قارو قارو خراري لا وحي لاي ما ادى بي معانا اللي ادى بي اللي اي وحي مودة يا عباري كبع يا مرجع نما جاي توبيانكو إيه بدو بس سكر صح لو كان الله مؤجع عوار مؤجع مغلي ترت إيه مدنا بمؤجع إيه بضبع حالة اللي يسيب الويريو ودوني كي سوق صباح أنت بابور سوق عتني دي 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 نازلين دي يدير نبي يا دي الصبابي الله جمس يا حنين إيه أم حارة دي بشير كذا صباح إيه بيجنا ملحين اللي بشيء لو بشيء ما كعارب واحد مودي يعني إيه بيهم عايين أو أي عاب بكران سيوصي صعدان أي مركا موصبح أي تدكا أو منبو اسكو سيداي أي مرة وحو يلي اسكو غالي نونها أي مرة نماكا أسنور وحيني أي يوبية أشاغي أي إساق لعطان كيلومتر أشاغي أي نماكا أو منين أكو أكانا يا مالو مالي أي أورا مالي إساق بانا أي أولوك بانا يعني أو قيدي هذا نمبا مالو يتداوين يوحو يلي نين أرى ما هكذا أي بلاش تربي. هيك مدد إربانو صاحب هاي إنه كذا أي بلاش تربي وهرجيسو شوكة. أي. هي مالمه شيء كذا إير سمعلها لودي. أنتي وباقلود عيكي. أباقلدي ودعي كدي. إيه. هم بعدين كي كبي وجيستي. إيه. هنا هذا رأيي بيجو يربي. ورينا هذا أرتن حاجة كتير بلا غلور ربع لدي ترين. أي. مركه هنا هذا أرتن ساعة. بس أذكر إربانو قلنا يبي. تها وا إما إربا. أي. بدي هنا واقصي. أي. أرامة أمانة وأساس عطها إيطاليا كلامه. على وسيلة كتشوتشين لا على يرمر ولا على ينونه. مرة بيها الجيسيه أفكا وكتشوتشين لها أضيع أفكا تاجي تري دلال جاء. وح الله عليه وح حتى وح رجعن ماي. نقص.
وحوله جرن ماي عفكو وكتشو تين لها ونمك عرماء بيها دوني بدل إني معانتها مودي صعد وش يجي لها استقى على جرب هذا وش لي كليبك وصاصري هذا شيخ موسى كت عضب عضلات دبك صعد دول صاري أولي هاي واكير ماش مركي دو أبي أحمد هرفدي موسى رونت شيء قريب ما أردي فيصل على ورابع يا مالمو واحد لقى شيء شكيني توبي يوحي هذا هو عبص هذا هذا موسى موسى أي مالمي تكدي واحد لقى هذي يشوف ما روح يرفيدي فيصل على ورابع ولا لقى عبسيه بي هذا مرك شاله مركو موسى لا تشوقي أبي وعبسني أبي علي وعبسني مركو حقة تجي تلك ها سكريبت يعني تي لغة رأي حالي دور سعر عتك أي أنت قصر كلا هاي أهد توبية لغة هذا هي حالي وحاي بدأ محار هو شركة تبيني أورية هيك مصبي حياة مصبي حدا قبل الله مرة مصباحي على الله أي مصباحي أورية ها هو يدي رئيس الوزراء يقولن كيف وكو الرمي أي مركب هو يدي مصباحي يا إساقونا لنعز قال يا شركة كغيب قلي وحارة وإنا عودك سيدة يا محارك أي أنا وإنا مقعب حين نساء اللومودي أي سو دكتور أبي عمرنا يشو مايلاند برغنت موسي باهي ولنا كتا شونون يقارا مقوارا سنة الرموان مصباحي قاو سوا أهير قلي أي أوي قاس أي جلال قاس أي حتى من حوينا دنبا ماه وموصباحي أو واي 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 إنبياء سودي لالي أو قرادي ويرس كقرأ إنه نهاينا أي قصص عطاء هركي ماشى دقيت لي ليلة هذا هرجي سنة قبض إسكا قبض إسكا قبض إسكا قبض النري قبض واي واي وما صدق ورمضان إسكا قبض ورك حجان نسوس ونقطة ناتني يقولن دم النبي تجري هيبو هوم كولكشنز hayay 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 hello hablihiyo igoo hooyo warkan hibo weeyo dukaanku hadal un wadi maaye halkaas halaado waa dukaan la diyaarshay dadkii wada aaday daahyadii ugu dambeeyay iyo dooxya ajeebaha ee dalbo ha ka daahin hodan yahiboy halkaas waxa yaalo hubaal waad ka heli hore lagu bogay dukaanka hibo home collections wuxuu ku hayaa dhammaan badahyadii ugu dambeeyay oo nooc walba ah waxaadna ku heli jumlo iyo tafaariiqba waxa kale oo dukaanka ka heli barkimihii iyo busayaashii qofkii dalabka dalbada waxaa lagu geeyin gurigiisa Hibo Home Collections wuxuu ku yaalaa moolka weyn ee BBS Ground Floor gaar ahaan dukaanka nambarkiisu yahay GFA49 wixii faahfaahintaas dheer kala xiriir nambarada shaashadda ka muuqda hadii aad garaado guri rais leh iyo goob lagu nasto gaygeedu wacan yahay goobaysi waayadan guriyo somo ka doono gurboodkii caruurta iyo gaaridaad jeclaayd iyo gidigood xigaalkaba guriyo loogu tala galay iyo garoonkii ciyaaraha geedihii ku dhaxyaaleen guriyo somo ayaad ka heli leen caafimaad leh ood kululman markaaba laamigiina saaran leexan lahayn markana ku lugeyn amase ku laafiyoon calashaan waa magaalo casri ah guriyo somo guriyo somo magacaba ka garo waa geedi la sahanshay dadkiiba wada guuray shirkadda dhismaha guryaha ee guriyo samo oo bah wadaag laha shirkadda dhismaha ee filsal waxa ay ku haysaa guriyo casri ah iyo dhul istaraatiiji ah guryaha shirkaddu dhiseyso ayaa ah naqshadii ugu dambeysay dhulkan sidoo kale waxa laga dhisayaa hotel weyn oo casri ah garoonkii ciyaaraha masaajidkii iyo goobaha waxbarashada dhulkan wuxuu saaran yahay laamiga u dhaxeeya magaalada Kismaayo iyo garoonka diyaaradaha waa dhul hawle taag ah carro guduudan geedaha qabow leh amnigiisuna uu heersaray yahay qiimuhu waa macquul wixii faahfaahintaas dheer kala xiriir nambarada shaashadda ku xardhan